فيديو ثالث يوم، ثالث فيديو في الرحلة في ألمانيا في مدينة يورو. طبعا تو حنصور لكم حلبة مش المدينة بس، لأن احنا اوريدي شفناها، فتو انا متجه لمدينة ثانية اللي هي مدينة فرانكفورت. فحنصور لكم حلبة زي خذ الطريق في المترو ستيشن وقطار. فرانكفورت مدينة زحمة حلبة، فها من أكبر مطارات العالم، فإن شاء الله تستمتعوا بها الرحلة. هاي نبدأ بعض الانترو. اهلا مرحبا من جديد. تو كيف وصلت لفرانكفورت؟ واو، فرق كبير على جروس جيرو. ما بعرفش كان في حد منكم متوقع ولا لا، لكن يس حنركب المبنى الكبير هون. ان شاء الله عجبكم الفيديو كيف تعملنا توا في كان مش ناكله، فان شاء الله عجبكم، ان شاء الله نتلاقوا في فيديو غدوه.